مع السلامة واضح، مرحبا بكم في تونس. وديجا معناتها لقيتو هذايا في الاقتناع في الشارع، نشوف الرياكسيون نتاع الناس يقولوا اه نتاع اللي عزف في التران، الطفل اللي عزف في التران، هذايا الطفل اللي عزف في التران جات بوغ لا بروباغندا. نقرب للناس راه مش معناتها بداعي الشهرة، لا، نقرب للناس باش يعرفوني انا الموسيقى نتاعي توصل للناس. الموسيقى البليباغ اللي نعملها هي تكون قريبة للروح، ماهيش موسيقى كوميرسيال. الموسيقى اللي نحبها توصل للروح، توصل للأحاسيس، توصل للناس اللي بالحق تعيش في ضغوطات اجتماعية كبيرة برشا باش تحاول تفرها دنيا. مي بشوية بشوية بدأوا يعرفوا اسمي، العباد بدأت ترجع لليوتيوب وتشوف الفيديو بتاعي، يتابعوا فيه على ساوند كلاود، على الانستغرام، على الفيسبوك. هذيك هو الوبجيكتيف بتاعي، الوبجيكتيف اني نقرب للناس.